ينظر الكثير من الأحزاب والقوى السياسية إلى ضرورة التوافق على المرحلة الانتقالية بصورة واقعية دون الدخول في محاصصات حزبية، ويجب على القوى السياسية عدم المشاركة في المرحلة الحالية والتوجه إلى بناء هياكلها التنظيمية استعدادا للانتقال للوضع الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع. يرى الكثير من الأحزاب والقوى السياسية إلى ضرورة التوافق على المرحلة الانتقالية بصورة واقعية دون الدخول في محاصصات حزبية، ويجب على القوى السياسية عدم المشاركة في المرحلة الحالية والتوجه إلى بناء هياكلها التنظيمية استعدادا للانتقال للوضع الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع. احنا طرحنا رؤية سمينا دليل الانتقال من دولة الحزب الشمولية إلى دولة الوطن الديمقراطية، وهذه الرؤية تتضمن 5 محاور. المحور الأول هو الإعلان السياسي. الإعلان السياسي يتضمن هياكل المرحلة الانتقالية وتأسيس الحكم الانتقالي، اللي هي تتضمن مجلس رئاسي انتقالي ومجلس وزراء انتقالي ومجلس تشريعي انتقالي وحكومات اتحادية لا مركزية قائمة على 5 أقاليم زائد العاصمة القومية. ويرى البعض أنه لابد من وجود المجلس العسكري في هذه المرحلة باعتباره الضامن الأساسي لوحدة البلاد والمحافظة على أمنها واستقرارها نسبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرين للدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة السودانية في نجاح الثورة بعد انحيازها لخيارات الشعب. فنحن كحزب نقترح الآتي: أن يكون رئيس مجلس الوزراء الذي سوف يتم تعيينه عضوا بالمجلس العسكري، ليكون هنالك ربط وصلة وتنسيق ما بين المجلس العسكري والحكومة القومية، وهذا يمثل وجود حقيقي للخدمة المدنية أو للجانب المدني في السلطة، وبذلك نستطيع أن نتفادى ما يتحدث عنه الآخرين بأن يظل المجلس الانتقالي مجلس مدنيا صفر. فيما أشار آخرون إلى المهام الأساسية للحكومة الانتقالية والتي يجب أن يكون في مقدمتها معالجة الأوضاع الاقتصادية وإحلال السلام ووقف الحرب من خلال تسوية سياسية مع الحركات المسلحة، بجانب إزالة آثار التمكين لضمان حيادية ونزاهة الخدمة المدنية. مصطفى بكري لقناة طيبة، الخرطوم.